قال صلى الله عليه وسلم. من ده؟ أنا عبد الله. أنا طلعت يوم مريضي وطار عنه قول قولت الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم ما سلكم حقا. بس ما بيعك؟ عن عثمان؟ عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. شكرا.